لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة اليوم عن أذكار الصباح والمساء. ومن أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص، وقراءة سورة الفلق، وقراءة سورة الناس 3 مرات لكل سورة من سور القرآن الكريم صباحا ومساء. ومنها أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء. ومنها أيضا قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء. وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ومنها أيضا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات صباحا و7 مرات مساء. هذا وبالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء في حلقة قادمة نستكمل فيها أذكار الصباح والمساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.